الميداني بتاعك. دكتور، ما الذي تؤكدونه لنا حول عدد القتلى والمصابين الذين استقبلتهم مؤسستكم الصحية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وقبل كل شيء انا استغل هذه الفرصه عبر قناتكم الكريمه بان اوجه نداء استغاثه الى كل الاطباء المتخصصين في قسم الجراحه بان يوافون الى المستشفى الميداني والمستشفيات الخاصه التي تم نقل المصابين اليها، لاننا نعاني معاناه شديده من استباب عدد المصابين داخل المستشفيات، ولم يتمكن الان الجراحين الى الان من اسعاف الحالات التي تسعفهم، علما ان اطلاق الرصاص ما زال مستمر الى الان وبالمعدلات الثقيله والساعه السابعه، ووصل عدد الشهداء حتى الان في محافظه سعد 4 شهداء واكثر ما يزيد عن 100 جريح بالطلق الناري رصاص حي، وكذلك وصل عدد الحالات الحرجه من هذه الاصابات 25 حاله حرجه حتى الان، وهناك ما لا يقل عن 400 حاله اختناق بالغازات السامه وما تزداد قائمه حتى الان، وهناك نوع من الهوس في استخدام العنف والرصاص الحي ضد المعتصمين والمتظاهرين بطريقه لم تشهدها مدينه تعز من قبل، حيث ان هذه المواجهات تدور على احدى اطراف الساحه الحريه، مما ادى الى ازدياد عدد الاصابات، وكانت الانطلاقات الناريه وتوجه صوب المتظاهرين والمعتصمين الى وسط الساحه مباشره. يعني بالنسبه لنوعيه الاصابات دكتور، يعني خاصه بالنسبه للقتلى الاربعه، يعني هل تواصلتم الى حد الان الى تشخيص هذه النوعيه؟ يا اخي الكريم، ان ما نواجهه من اصابات لدى المصابين المتوفرين المتواجدين في المستشفيات لدينا هي اصابات في الراس والصدر، وهي هم عباره عن بلاطجه وقوات امن يستخدمون اسلحه يستخدمها القناصه، وهي طلقات تاتي في الراس والصدر والاطراف العلويه من الجسم، علما ان كثير من هذه الاصابات يصعب اسعافها او التعامل معها، مما يؤدي الى انه كثير من المصابين الذين لم يتوفوا في نفس الوقت يتوفوا في اليوم الثاني او الثالث نتيجه لخطوره الحاله التي نواجهها. مثل ما قلنا لكم هناك 25 حاله في حاله حرجه جدا، ولم يستطع الاطباء حتى الان التدخل من التدهور في هذه الحالات، واطلاق الرصاص كذلك اتى من عده جهات كما يقول الشباب، وكذلك كان هناك طلق ناري بشكل عشوائي باتجاه المنازل باتجاه الماره في الشوارع، والمصابين هم من مختلف الاعمار، لدينا من شهيد في 21 سنه ولدينا 15 سنه والثالث في 33 سنه، واسمائهم مقيده لدينا، والان نحن نعاني كذلك من ان القوة الطبيه لم تستطع ان تصل الى منطقه المواجهات على قربها من الساحه، الا اننا لا نستطيع ان نتوجه هناك من شده القصف الذي يواجه به المعتصمون. يعني هل واجهتكم مشاكل لوجستية في مستوى إسعاف هؤلاء المصابين عن طريق سيارات الإسعاف؟ نعم، في بداية الأمر ولمدة ساعة ونصف لم نستطع أن نسعف أحدا، لأنه لا يتوفر لنا إلا سيارتي إسعاف سريع على المستشفى الميداني، وهي لا تستطيع التحرك في منطقة المواجهات، كون أن إذا خرجت هذه الطواقم الطبية يتم التعامل معها بإطلاق نار مباشر باتجاه الطواقم الطبية، علما ان 2 من المتهمين تم يعني قمصهم وهم الان يرقصون في المستشفى الميداني، الا ان نشكر الجهات الخاصه والجهات الحكوميه، وكذلك اقصد مكتب الصحه لانه زودنا بسياره الهلال الاحمر، لان الحاله التي تمت في مدينه تعز فاقت كل ما يمكن تصوره، مما ادى الى اننا نستنجد بكل ما يمكن في مدينه تعز وكل ما يمكن ان نستنجد به مدينه تعز، وهذا الامر وهذا فعلنا ان نتصل بالهلال الاحمر، وكذلك كان هناك تجاوب لان الحاله انسانيه ونحن يمنيون والقتلى يمنيون والمصابون يمنيون، وهذه الحاله لم نشهدها من اول الثوره الا في هذا اليوم، وكنا في بدايه الامر كما قلت لك نعاني جدا للمعاناه من الاسعاف في نقل المصابين، وحال توفر الطواقم الاسعافيه لم تستطع الطواقم هذه ان تتوجه الى منطقه الاسعافات نتيجه للطلق الناري الكثيف الذي يعني يستقصد الطواقم الطبيه تحديدا. اشكرك دكتور حمود عقلان منسق المستشفى الميداني بتعز، شكرا لك. كما تظاهر آلاف من سكان مدينة الحديدة غربية اليمن للتنديد بما قالوا إنه سعي من الرئيس علي عبد الله صالح لجر البلاد إلى حرب أهلية، وطلب المتظاهرون